بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى مع حصة جديدة ومع تمرين جديد لدرس الهندسة الفضائية. إذا قبل ما نبدأ الحل ديال التمرين ديالنا، كتشجيع لنا إذا كان أول مرة كتشاهد الفيديوهات ديالنا، ما تنساش تشترك بالقناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء ديالك، ونبدأ على بركة الله مع التمرين ديالنا. إذا هنا التمرين كيقول A B C D E F G H مكعب، حيث H B تساوي 7 جذر 3 و A B تساوي A. وحدة قياس الأطوال هي سنتيمتر. إذا هنا المجسم ديالنا على شكل التالي اللي هو مكعب. إذا السؤال الأول بين أن B D تساوي A جذر 2 ثم 2 ألف، بين أن مثلث B D H قائم الزاوية في D، ثم استنتج أن B H تساوي A جذر 3 و A تساوي 7. نضع المكعب A B C D E F G H بمستوى موازي لمستوى A B D. هذا المستوى يقطع القطاع A H في A بريم، إذن B H في B بريم و D H في D بريم، بحيث المسافة H D بريم تساوي 3. سؤال مطروح هو أحسب حجم الهرم H A بريم B بريم D بريم. إذن النصيحة ديالي أنك حاول تأخذ التمرين عندك وتخدمه، عاد من بعد ترجع للفيديو وتشوف داكشي اللي عملتي واش كيوافق هادشي اللي عندنا هنا أو لا. إذن نبداو على بركة الله مع السؤال الأول اللي هو غنحاول نبين بأن السؤال هو بين أن المسافة BD تساوي A جذر مربع 2. إذا هنا طبيعة الحال المسافة BD هي هذه. إذا هنا ما علي إلا نطبق مبرهنات فيثاغورس، وباش نطبق مبرهنات فيثاغورس خصو يكون عندي واحد المثلث اللي هو قائم الزاوية. إذا كما كنعرفوا عندي هذا المجسم عبارة عن مكعب، إذا الأوجه ديالو عبارة عن مربعات. إذا عندي هنايا القاعدة A B C D اللي هي القاعدة السفلى عبارة عن مربع، وشنو كنعرف على المربع؟ له زاوية قائمة. إذا هنا غناخد المثلث A B D اللي هو قائم الزاوية في النقطة A، أو المثلث B D C اللي هو قائم الزاوية في C. عندي الاختيار من طبيعة الحال هنايا نخدمو مثلا على المثلث A B D. إذا هنا لدينا المثلث A B D قائم الزاوية الزاوية في النقطة A. إذا هنا بالإمكان ديالي نطبق مبرهنات فيثاغورس المباشرة. إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة لدينا، إذا هنا المثلث A بدي قائم الزاوية في النقطة A، إذا هنا الوتر هو بدي، إذا مربع الوتر، إذا بدي أس 2 تساوي A B أس 2 زائد A D أس 2. ثم نعمل هنا تطبيق عددي. إذا هنا شنو عطاني؟ المسافة A B تساوي A، يعني هاد المجسم عبارة عن مكعب، طول الحرف ديالو كيساوي A. إذا المسافة A B راه كتساوي A، والمسافة A D أيضا تساوي A. لماذا؟ لأن كنعرفو المكعب أن جميع الأحرف ديالو متقيسة. إذا B D أس 2 تساوي A أس 2 زائد A أس 2، بالتالي B D أس 2 تساوي A أس 2 زائد A أس 2 راه هي 2 A أس 2. يعني أن B D، هنا بطبيعة الحال باش نحيد هاد الأس غندخل هنايا الجذر مربع، وعندي الحق لأن هاد 2 موجب وهاد A أس 2 موجب. إذا 2 A أس 2 راه عبارة عن عدد حقيقي اللي هو موجب، لأن عبارة عن مسافة. إذا هنايا جذر مربع 2 A أس 2. وغنطبق واحد القاعدة، إلا عندي جذر مربع إكس أس 2 إيكغيك، هادي راه كتعطينا إكس جذر مربع إيكغيك. إذا شنو غتعطينا هادي؟ إذا المسافة بي دي تساوي، غنخرج هاد A أس 2 لأن عندي هنا الجذر، جذر A أس 2 راه هي A، ثم جذر مربع 2، صافي؟ إذا هنا بطبيعة الحال كنلقى السؤال ديالنا اللي هو بين أن المسافة بي دي تساوي A جذر 2، وكنجاوب بكل بساطة، كنطبق مبرهنات فيثاغورس المباشرة. إذا فيما يخص السؤال الثاني ألف، بين أن المثلث بي دي اش قائم الزاوية في النقطة دي. إذا هنا غنحاول نستعمل التعريف ديالنا والخاصية. أشنو قلنا في التعريف؟ قلنا إذا كان أو يكون مستقيمان دي عمودي على مستوى بي، إذا كان المستقيم دي عمودي على مستقيمين من بي متقاطعان في نفس النقطة. وفي الخاصية قلنا إذا كان مستقيم عمودي على مستوى بي فهو عمودي على جميع المستقيمات الموجودة ضمن هذا المستوى. إذا عطونا هذا المجسم اللي هو A B C D E F G H عبارة عن مكعب، إذا الارتفاع ديالو راه يكون هو المستقيم دي اش، والقاعدة بطبيعة الحال راه هي A B C D، صافي؟ إذا هنايا لاحظ معايا عندي هذا المجسم عبارة عن مكعب،
إذا الأوجه ديالو عبارة عن مربعات، إذا لدينا المستقيم دي أش عمودي على المستقيم دي سي، ثم عندي المستقيم دي أش عمودي على المستقيم أ دي، لأن هذا الوجه أ دي أش أو عبارة عن مربع، والوجه دي سي جي أش عبارة أيضا عن مربع. إذا راه دي أش عمودي على دي سي، والدي أش عمودي على أ دي، إذا دي أش عمودي على المستوى أ بي سي دي. إذا هنا بما أن هذا المجسم مكعب كما قلنا، فالارتفاع ديالو هو دي أش، والقاعدة غتكون أ بي سي دي، إذا الارتفاع يكون عمودي على القاعدة. إذا لدينا دي أش عمودي على المستوى أ بي سي دي، صافي. وفي الخاصية شنو قلنا؟ إلا عندي واحد المستقيم عمودي على مستوى، فهو عمودي على جميع المستقيمات الموجودة ضمن هذا المستوى. لاحظوا معايا، عندي المستقيم بي بي دي ضمن المستوى ا بي سي دي، بما ان اذا هنا غنحاول نستعمل الخاصيه، بما ان بي دي ضمن المستوى ا بي سي دي، فان اذا كان مستقيم عمودي على مستوى فهو عمودي على جميع المستقيمات الموجوده ضمن هذا المستوى. اذا دي اش عمودي على المستقيم بي دي اللي هو ضمن المستوى ا بي سي دي، اذا هنا عمودي على بي دي في النقطه بطبيعه الحال دي. اذا هنا عندي دي اش عمودي على بي دي، اذا هذا المثلث هذا، اذا هنا عندي زاويه قائمه، اذا المثلث بي دي اش مثلث قائم الزاويه في النقطه دي. اذا المثلث بي دي اش قائم الزاوية في النقطة الدي. إذن هنا شنو استعملنا من طبيعة الحال؟ استعملنا التعريف ديالنا والخاصية ديال تعامد مستقيم على مستوى، صغير؟ يلا نمرر السؤال الموالي. سؤال ب، استنتج أن بي أش تساوي أ جذر 3 والمسافة أ تساوي 7، صغير؟ إذا هنا من طبيعة الحال شنو بينا في السؤال السابق؟ بينا بأن المثلث بي دي اش مثلث قائم الزاوية في النقطة دي، إذا بالإمكان ديالي نطبق مبرهنات فيثاغورس المباشرة، مزيان؟ إذا لدينا المثلث بي دي اش قائم الزاوية في النقطة الدي. إذا كما قلنا بالإمكان ديالنا نطبقوا مبرهنات فيثاغورس المباشرة، إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة، إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة لدينا، إذا بما أن المثلث بي دي أش قائم الزاوية في النقطة دي، إذا الوتر ديالو راه غيكون هو المستقيم بي أش، إذا بي أش أوستنا بي أش أوستنا تساوي ماذا؟ تساوي بي دي أوستنا بي دي أوستنا زائد دي اش اس 2، مزيان. بعد ذلك نقوم بتطبيق العددي، اذا بي اش اس 2 تساوي بي دي، راح نحسبناها هنايا، تساوي ا جذر 2، اذا ا جذر 2 الكل اس 2 زائد دي اش، دي اش راه هو الحرف ديال المكعب اللي هو كيساوي ا، اذا ا اس 2، اذا بي اش اس 2 تساوي هنا ا جذر 2 الكل اس 2 راه هي 2 ا اس 2 زائد ا اس 2 تساوي، عندي هنا 2 ا اس 2 زائد ا اس 2 تعطينا 3 ا اس 2، اذا المسافه بي اش تساوي هنا بطبيعه الحال باش نحيدوا هذه الاس هنايا غنحاول ندخل جذر مربع، اذا يعطينا جذر مربع 3 ا اس 2، او جذر 3 ا اس 2 راه هي ومن بي اش تساوي ا جذر مربع 3، وكنجاوب على الشق الاول من السؤال، لقينا بان بي اش تساوي ا جذر 3 فقط باستعمال مبرهنات فيثاغورس المباشره، ثم استنتج ان ا تساوي 7. اذا هنا في المعطيات لاحظوا معايا، عطونا في المعطيات بان اش بي تساوي 7 جذر 3، اذا حسب المعطيات، حسب المعطيات شنو عندي؟ عندي بي اش تساوي 7 جذر مربع 3، و في السؤال السابق لقينا بأن بي اش تساوي أ جذر مربع 3، إذا هنا شنو غنستنتج من هاد المعطيات بجوج؟ غنستنتجو بأن أ جذر مربع 3
تساوي 7 جذر مربع 3 جذر 3 مع جذر 3 نختزل بها اش غيبقى لنا؟ غيبقى لنا بان ا تساوي لان خدو شي لون مغاير هنا اذا ا تساوي بطبيعة الحال ملي نختزل بجذر مربع 3 غيبقى لنا ا تساوي 7 صافي. اذا سؤال ايضا جد بسيط وغنمرو السؤال الموالي. اذا فيما يخص السؤال الاخير قالوا لنا هنايا نضع المكعب ا بي سي دو او اف جي اش بمستوى موازي للمستوى ا بي دي. هذا المستوى يقطع ا اش في النقطه ا بريم ثم يقطع اش بي في النقطه بي بريم ويقطع اش دي في النقطه دي بريم بحيث اش دي بريم تساوي 3. اذا هنا بطبيعه الحال هذا الديل اش دي بريم راه هو تصغير للديل اش دي. بالامكان ديالي نطبق باش نحدد نسبه التصغير ما هي الا نطبق مبرهن طاليس المباشرة. عندي هذا المستقيم هذا كيوازي هذا المستقيم اللي هو أ دي بريم يوازي أ دي. إذا حسب مبرهن طاليس المباشرة أش أ بريم على أش تساوي أش دي بريم على أش دي تساوي أ بريم دي بريم على أ دي تساوي أيضا دي بريم بي بريم على أ دي تساوي أش بي بريم على أش بي تساوي دي بريم بي بريم على دي بي. إذا هادو كلهم كيمثلوا لنا النسبة ديال التصغير. إذا أول حاجة ضروري خصنا نحددو نسبة التصغير. إذا نديروها بلون مغاير هنا تحديد نسبة التصغير تحديد نسبة التصغير. إذا نسبة التصغير هي ك تساوي اش ا بريم على اش ا ثم اش بي بريم على اش بي ثم اش دي بريم على اش دي ثم دي بريم بي بريم على دي بي ثم ا بريم دي بريم على ا دي ثم ا بريم بي بريم على ا بي. لكن غناخد فقط المعطيات اللي عندنا فيهم او النسب اللي عندنا فيهم المعطيات. يعني غناخذ اش دي بريم على اش دي مزيان. اذا اش دي بريم على اش دي تساوي اش دي بريم اش دي بريم راه هي 3 صافي على اش دي اش دي راه هو الحرف اللي هو ا و ا راه لقيناه كيساوي 7. اذا 3 على 7. اذا كما كنلاحظوا 3 على 7 نسبة التصغير دائما تكون محصورة بين صفر و واحد مزيان. ثم بعد ذلك قال لك هنايا هنا غنحاول نطبق او احسب حجم الهرم اش ا بريم بي بريم دي بريم. اذا شنو قلنا؟ عند تكبير او تصغير مجسم في الفضاء تضرب المساحات في ك اس 2 وتضرب الحجوم في ك اس 3. يعني العلاقة اللي غنطبق راه هي ماذا؟ في بريم تساوي ك اس 3 في في. وهنا بطبيعة الحال اشنا هي في بريم؟ هو حجم الهرم الصغير اللي هو اش ا بريم بي بريم دي بريم. حجم الهرم اش ا بريم بي بريم دي بريم. وهنا ك راه هي نسبة التصغير وهاد في راه هو حجم الهرم الاصلي. حجم الهرم الاصلي وشنو هو الهرم الاصلي؟ راه هو اش ا بي دي. اذا هنايا هذا هو اللي مطلوب مني خاصني نحدد في بريم اللي هو حجم الهرم اش ا بريم بي بريم دي بريم. وراه كارا عندي حددناه هي 3 على 7 لكن في ما عندناش. شنو هو في؟ هو حجم الهرم اش ا بي دي. اذا ضروري خصني اولا نحدد حجم الهرم اش ا بي دي. اذا اولا تحديد حجم الهرم اللي هو اش ا بي دي. واش ممكن نعرفوا على حجم الهرم؟ يساوي مساحه القاعده في ارتفاع مقسومه على 3. اذا هنا حجم الهرم اللي هو في كيساوي مساحه القاعده في الارتفاع مقسومه على 3. والقاعده من طبيعه الحال راه هي عباره عن ماذا؟ ديال المثلث ديال الهرم اش ا بي دي. راه هو عبارة عن مثلث اللي هو قائم الزاوية في النقطة أ. إذا القاعدة راه غتكون هي أ بي والارتفاع يكون أ دي والمثلث من طبيعة الحال المساحة ديال المثلث هي القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2. إذا هنا إس بي تساوي ماذا؟ إس بي تساوي مساحة القاعدة إذا أ بي في أ دي مقسومة على 2. تطبيق عددي أبي و أدي راه لنا أبي راه هي 7 في 7 مقسومة على 2. إذا تعطينا مدى 49 مقسومة على 2 مزيان. بعد ذلك غنرجع لهنا. إذا في يساوي مدى؟ في يساوي
اس بير القناه هي 49 على جوج. هيا في الارتفاع، شنو هو الارتفاع؟ راه هو دي اش، ودي اش بطبيعه الحال ايضا كيساوي 7، اذا في 7 ثم مقسومه على 3، اذا تعطينا مدى 49 في 7، اذا راه هي 7 و3. مزيان، لان 49 راه هي 7 في 7 ثم على بطبيعه الحال 2 في 3 راه هي 6. صافي، اذا لقينا بان في تساوي 7 و3 على 6. هنا ما غاديش نحسب هاد 7 و3 لان غنحتاجوها. صافي، اذا نرجع لهنايا، اذا في بريم اش غيولي عندي؟ اذا اش غيولي عندنا في بريم؟ اذا في بريم يساوي ك اس 3، كرا لقيناها هي تساوي 3 على 7، هي عندي هنا، اذا 3 على 7 الكل اس 3 في في، وفي راه حسبناها هي 7 و3 على 6. صافي، تساوي هنا 3 و3، اذا 3 و3 على 7 و3 في 7 و3 على 6. غنختزلو هاد ب 7 و3، اش غيبقى ليا؟ 3 و3 راه هي 3 في 3 في 3، و 3 في 3 راه هي 9 على وشنا هي 6، راه هي 3 في 2. ثم بعد ذلك نختزل مرة أخرى ب 3، تعطينا ماذا؟ تعطينا بأن في بريم، إذا تعطينا بأن في بريم تساوي هنا 9 على 2 اللي هي 4.5، ثم الوحدة ديالي اللي هي سنتيمتر مكعب. صافي، إذا لقينا بأن في بريم تساوي 4.5 سنتيمتر مكعب. إذا هذا هو السؤال ديالنا. نعاود هنايا، إذا كما قلنا أول حاجة ضروري خصنا نحددو نسبة ديال التصغير، لقينا هي 3 على 7، كما كنلاحظو نسبة التصغير تكون دائما محصورة بين 0 و1. إذا هنايا ثم غنحاول نطبق العلاقة ديالنا، قلنا عند تكبير أو تصغير مجسم في الفضاء تضرب الحجوم في ك اس 3، إذا في بريم تساوي ك اس 3 في في، وفي بريم راه هو حجم الهرم اش أ بريم بي بريم دي بريم، وكان بطبيعة الحال هي نسبة التصغير، وفي هو حجم الهرم الأصلي اللي هو اش أ بي دي، وهنا بطبيعة الحال هذا الحجم هذا ما عنديش، إذا ضروري خصني نحدد أولا حجم الهرم اش أ بي دي، والهرم هذا راه القاعدة ديالو عبارة عن مثلث اللي هو قائم الزاوية. إذا كنعرفوا بأن حجم الهرم هو مساحة القاعدة في الارتفاع مقسومة على 3، إذا ضروري أولا نحددوا مساحة القاعدة، وشنا هي مساحة القاعدة؟ هي القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2، لأن القاعدة عبارة عن مثلث، وعندي هذا المثلث قائم الزاوية في النقطة أ، إذا أ بي تساوي 7 و أ بي تساوي 7، 7 في 7 تعطينا 49، ثم مقسومة على 2، بعد ذلك نقوم بالرجوع إلى العلاقة ديالنا هنايا، في تساوي هنا بطبيعة الحال هي اس بي اللي هي قناة 49 على 2 في هاد ا دي هذا او هاد اش هذا، وشنا هو اش ديال هاد الهرم؟ راه هو الارتفاع اللي هو اش دي، واش دي تساوي 7 ايضا، لانه طول الحرف اللي هو ديال المكعب هذا. اذا هنا 49 في 7 تعطينا 7 و3 على 2 في 3 تعطينا 6. بعد ذلك نقوم بالرجوع الى العلاقة ديالنا اللي عندي هنايا، في بريم تساوي هنا نقوم بالتطبيق العددي ك اس 3، وك هي 3 على 7 الكل اس 3 في بطبيعة الحال هاد 7 و3 على 6 راه هو حجم الهرم الأصلي. بعد ذلك نقوم بالاختزال ب 7 و3، مزيان هنا 7 و3 7 و3، تبقى لي 3 و3، وشنا هي 3 و3؟ هي 3 في 3 في 3، 3 في 3 9، ثم في 3 هي، ثم 6 راه هي 3 في 2، نختزل ب 3 تعطينا 9 مقسومة على 2، إذا في بريم تساوي 9 على 2 اللي هي 4.5، ثم الوحدة اللي هي سنتيمتر مكعب. إذا وصلنا إلى النهاية ديال التمرين ديالنا، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنساوش تشتركوا بالقناة وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، ولا عندكم أي تساؤلات وضعوهم في التعليقات، وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.